المشاهدين أهلا ومرحبا بيكم في حلقة جديدة من قرآنيات. مرة واحدة سألتني وقالت لي أنتوا هتبقوا في الجنة هتعملوا إيه؟ قلت لها هنبقى مع ربنا. قالت لي بس؟ قلت لها آه. قالت لي دي تبقى حاجة ملل. قلت لها أمال أنتوا هتعملوا إيه؟ قالت لي لا، في الجنة هنكون في جنس وحاجات كده. أخي مالك أهلا وسهلا بك. أهلا بك. المسكينة هي ضحية التفكير اللي تعلمته من القرآن. فعلا كدا. القرآن قدم وعد للمسلمين بأن في الجنة يعني لديهم كثير من الأمور والمشتهيات، وركز كثير القرآن على الجانب الجنسي في الجنة. ولكن الطريف أن تركيزه على الجانب الجنسي هو مركز للرجل، فهو يوعد الرجل بيعني يعني الحور عين اللي يعني لهم مواصفات خارقة من الجمال وخارقة بالشكل، فالقرآن يركز على هذا الجانب الجنسي في القرآن. طبعا يمكن يكون هي المرأة المسلمة توقعت أيضا أن لها نصيبا من هذا الموضوع طبعاً. لا ربما يكون يعني يكون مع حق، لأنه في عنا آية قرآنية في سورة يونس تقول الآية رقم 55 أن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. فاكهون توقف عند الأدب الإسلامي، ومن خلال هذه الكلمة قال أن الشغل الفاكهون عنده يعني أصحاب الجنة هو المسألة الجنسية. فاكهون فاكهون ويقصد بها الأمور الجنسية. أقول لك على سر، نعم أنا كنت فاكرة فاكهون يعني يقعدوا تفكهوا ويضحكوا. لا لا الأمور الجنسية حتى بعد ما يصارد عنا الطبري. ده زمان يعني دلوقتي. نعم. أنا بقيت فاهمة. تفضل. بعد ما يصارد الطبري مجموعة الأقوال بشأن معنى كلمة فاكهون، ويقول وأولى الأقوال بالصواب في ذلك. ما هو الأولى الأقوال؟ كما قال جل ثناه أن أصحاب الجنة وهم أهلها في شغل فاكهون ينعم بنعم بأنهم في شغل، وذلك الشغل الذي هم فيه نعمة وافتضاد أبكار ولهو ولذة وشغل عما يلقى أهل النار. فإذا هو النعمة الكثيرة والمتعة الكثيرة، ويركز على جانب الرجل الجنسي الذي يمارس يوميا جنس من الأول لجديد مع وافتضاد الأبكار. نعم يعني إلى لا نهاية. تخيل هذا يعني الحلم اليومي اللي موجود في عقل المسلم بأنه في اللانهاية يعني كل يوم من يعني بشكل أزلي، كل يوم أزليا لديه علاقة جنسية مع بكر، كل يوم مع بكر إلى لا نهاية. يعني تخيلي هذه الصورة البلاغية في بالزبط. ذهنه لما بتروح بذهنه يعني أحيانا بتسأله. يعني الآية دي بتبين أن الجنس ده هو الفاكهة. نعم هو الفاكهة. فاكهة. نعم نعم. لا هو مو ليس فاكهة، ولكن أني بمعنى يعني نوع من الفاكهة أو تلذذ زي الفاكهة. نعم اللذة المتحصلة فيها كلذة الفاكهة. استخدام القرآن لعبارة التفكه والفاكهة بتوقف عنده حال الكتاب في كتاب عنوانه جغرافية الملذات، يقول أن تعبير كله أن هذا تعبير رمزي بيعبرنا عن كل شيء أمر مشتهى عند الإنسان. فالفاكهة تضعنا في عالم يموج ويمور بما هو لذيذ ومنعش، بالفكه والفكاي والفاكهة والمرغوب فيه الباث على اللذة باستمرار. فإذا تخلق هذه العبارة عند المسلم فكرة أن في الجنة أمور من التفكه، يعني تعطيه حالات وتداعي أفكار تصل له من الطعام والشراب والحياة إلى الجنس. يعني هذا الأمر بيخليه يسيطر على تفكيره ويخليه يسيطر على خياله. وعشان كده بنشوف الناس اللي هم بيروحوا يفجروا نفسهم وكده، الهدف قدامهم هو الجنس. نعم هو الموضوع بالنسبة له هي أزمة داخلية نفسية عميقة جدا. بتيجي صورة التصورات الجنسية اللي بناها له القرآن وعالم الإسلام، فبتخلي بالنسبة له تفتكر محمد حط لهم الحتة دي ليه؟ ما هو أكيد هو كان جزء من ذكائه، يعني الوعد اللي قدمه هو وعد قدمه لناس رجال مقاتلين. كان بيحتاج قوة من المقاتلين، والقوة اللي تدفع الرجل الشرقي قديما في الصحراء يمكن يكون أني تعالوا نذهب إلى بلدان أخرى مليئة بالخيرات كبلاد الشام أو مصر، هناك في عندكم الطعام والشراب والأنهار والجنس. فأعطان وعد دنيوي بالجنس المباشر ووعد أخروي في الجنس في الجنة. شكرا أخي مالك. أنا بقول لكم الكلام ده مش حقيقي، في الحياة الأبدية هو الله، يا إما تجدوا الإله الحقيقي وتتلذذوا بوجودكم أمامه أو تكونوا في الجحيم.
ده محمد كان بيبيع لكم السمك في مية. نشوفكم في الحلقة القادمة من قرآنيات.